السلام عليكم جميعا، مساء الخير. كلمة الجمعيات السياسية المعارضة في حفل تكريم أسر الشهداء. الأخوات والإخوة أسر الشهداء، الإخوة الأعزاء، الأمناء، العامون للجمعيات السياسية المعارضة، الحضور الكرام، يأتي احتفالنا هذا المساء لنقول باسم جمعياتنا الوطنية الديمقراطية المعارضة كلمة حق وشكر وعرفان لجميع أسر شهداء الوطن الأبرار الذين تحملوا الكثير من المعاناة والظلم والقسوة وعدم الإنصاف وغياب العدالة، وقدموا أغلى ما يملكون دفاعاً عن حاضر ومستقبل هذا الوطن ووحدة شعبه. رغم علمنا جميعاً أن الوطن بأكمله بات يتعرض للظلم والتقسيم والتشرذم وغياب العدالة، إرضاءً لنزوات وجشع وهيمنة من لا يعنيهم الوطن واستقراره، من قبل أولئك الذين يسعون بكل ما أوتوا من قوة وبطش لزيادة معاناة شعبنا والاستهتار بمقدراته، غير عابئين بأرواح ومستقبل ووحدة هذا الوطن وتاريخه وهويته، لا لشيء سوى لزيادة الجشع والفساد والهيمنة وبسط نهج القوة والبطش، بدلاً من تأصيل الحكمة والعقلانية ومنطق القانون الذي تحترمه كل الشعوب الناهضة والدول التي تحترم إرادة شعوبها في الاستقرار والعدالة والمساواة. الأخوات والإخوة الأعزاء، على مدى العقود الستة الماضية على الأقل قدم شعبنا قوافل طويلة من أبنائه ونسائه وشيوخه وأطفاله شهداء وقرابين على مذبح الحرية وفي سبيل الوطن وحريته ومجده، ولا زالت قوافل الشهداء مستمرة حتى يومنا هذا، حيث كان الشهيد الشاب جعفر الإدرازي آخر من طالتهم يد الغدر وسطوة الجلادين وأهمالهم لأبسط مقومات الرحمة والعدالة، وهم بذلك يؤكدون مرة تلو الأخرى استهتارهم واستخفافهم بأرواح أبناء شعبنا، مستمرين في غرور وصلف في نهج القوة والبطش الذي تأصل في عقول من يفترض فيهم حماية الناس. ونظراً لخسة الجريمة وفداحة الخطب، حاولوا كعادتهم منع جموع شعبنا حتى من المشاركة في تشييع فقيد الوطن عبر محاصرة كافة المنافذ المؤدية إلى منطقة التشييع، وهي ليست المرة الأولى بالطبع، ظناً منهم أنهم بهذا سيخفون معالم تلك الجرائم النكراء، متناسين أن العالم قد تغير كثيراً وأصبح متابعاً لتلك الممارسات المجرمة دولياً. يحدث هذا ووفد المفوضية الأممية لحقوق الإنسان يزور البحرين للإطلاع عن كثب على جملة الأوضاع الحقوقية لدينا ولمتابعة وتوثيق حقائق ومجريات الأحداث والانتهاكات والتعذيب والمحاكمات وقضايا المعتقلين والموقوفين التي لا زالت مستمرة والتي حتماً لن تخفيها إجراءات القمع المستمرة أو زيادة نقاط التفتيش ومحاصرة الآمنين في القرى والأحياء وإغراقهم بالغازات المسيلة للدموع والاعتقالات العشوائية والخطوات التصعيدية غير المبررة ودعوات الفتنة والتخوين التي تحدث تحت سمع وبصر السلطات في غياب مريب لأبسط مقومات الحكمة والعقلانية لإدارة البلاد بمنطق وممارسات القانون والعدالة والمساواة في الوقت الذي نجهد فيه نحن كجمعيات سياسية وطنية معارضة ومعنا مجاميع وشرائح وطنية غيورة على مستقبل هذا الوطن وتلاحم مختلف فئاته ومكوناته عبر الدعوة لوقف العنف وتجريمه من قبل أي طرف كان ورفض الكراهية وإشاعة الأحقاد والدعوة لوقف التمييز والممارسات الخاطئة الحاطة بالكرامة وإشاعة الأحقاد والدعوة لوقف التمييز الحاطة بالكرامة الإنسانية وتجريمها عبر إشاعة وعي وطني جامع
ينقذ بلادنا من أزمتها المستفحلة وسط ضجيج خطاب إعلامي رسمي وشبه رسمي مستفز لأبسط حقوقنا كمواطنين، في تجاوز واضح وصارخ لأبسط مقومات وأسس الوحدة الوطنية وقيم المواطنة والتلاحم والمحبة التي جبل عليها شعبنا عبر تاريخه المجيد والحافل بالمآثر التاريخية التي اجترحتها ووقفت إلى جانبها فئات وشرائح ورجال ونساء. هذا الوطن وضحى لأجلها هذا الشعب الصامد بعرقه وتعبه وبأرواح نسائه ورجاله وشبابه وأطفاله في ملاحم لن تنسى من الوفاء والتضحية. الأخوات والأخوة الحضور، أسر الشهداء والأبطال، نستذكر معا في هذا اليوم كل التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا في سبيل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية عبر عقود طويلة من المعاناة والصبر والجلد، وفي سبيل نهوض ورفعة وعزة وطننا وشعبنا على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تتحقق فيها العدالة ويحكمها القانون وتبنى فيها المؤسسات التي تحمي الوطن والشعب من تغول منطق القوة والبطش وقوى الفساد والتمييز، وتعيد الاعتبار لشعبنا الصامد في وجه الظلم وكافة الممارسات المشينة التي تمارس بحق كافة أبنائه ومستقبلهم الذي باتت تتهدده قوى الجهل والظلام ودواعي الفتن، وهي محن نثق أن شعبنا سيتجاوزها بوحدته وإيمانه في المستقبل والعيش المشترك لكل شرائح وفئاته على طريق تعزيز الحريات واستعادة قيم التسامح والإنصاف. وعلى أرضية هذا الفهم والوعي الجمعي، فإن مجتمعنا البحريني بات في أشد الحاجة إلى مشروع عصري وحضاري جاد يحقق المصالحة ويرسي قيم ومفاهيم واضحة للعدالة الانتقالية، ويعيد الاعتبار للوطن وجميع أبنائه، ويحفظ كرامة الناس، ويجبر عوامل الضرر وصولاً بالوطن وشعبه لحالة مرجوة من الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي هو غاية نضالنا الدؤوب في سبيل وطن يحتضن الجميع بعدالة ودون تمييز. نقف معكم ونحيي صمودكم وثباتكم وتضحياتكم الجليلة. المجد والخلود لشهداء حركتنا الوطنية، عاشت وحدتنا الوطنية، الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة، والسلام عليكم.